السلام عليكم. هذا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بداية الأكوابونيك في مزرعة الجديدة إن شاء الله. هذه الثلاث في ثلاث بعد تقريبا من أول الرصيف لغاية هنا. هذا إن شاء الله يكون مكان الأكوابونيك. راح نجرب هني انتقل. تأخرت وايد تصوير بس إن شاء الله راح تشوفوني زي هذه المزرعة الجديدة إن شاء الله. هذه البحيرة، بحيرة الماء، بحيرة عفوا بحيرة السمك. طبعا ما أخذ حق الأكوابونيك من هني، هذا ماء ارتواز راح أخذ من الخزانات هذيل، وإن شاء الله نوافيكم كل جديد بإذن الله. أوريكم السمك. طبعا أول ما استلمتها ما كانت لي، كانت فاضية. هذه الأماكن كلها سويتها تالي. هذا المكان البحيرة سويتها. هذا السمك هني، هذا السمك البلطي. أمس ما أعطيناك الوريد. اللي يحب يحدق حياه الله.